مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. بعد أستاذ منو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظت كشيء سريع في إفادات الشهود اللي سبقا قدموا شهاداتهم أمام المحكمة ثم أخذوا وحقق معهم في مكان آخر في جو من التهديد سبقا تحدثنا عنه. هذه احنا اذا الآن وضحنا أمام حال، لأنه الحال ما اكتفى بالحديث عن المتهمين وإلى آخره، وإنما صار الحديث ينال الناس الموجودين في هذه الطاعة، منها محامين ومنها بالادعاء إلى آخره. هذه الحالة تستوجب أن المحكمة إذا كان اختصاصها تتولى، وإذا كان مو اختصاصها تبحث عن جهة تستطيع أن تعطيها استشارة صادقة. حضرة القاضي، أنت تعرف العراق أحسن مني الآن، أنا في السجن، لا راديو لا تلفزيون لا صحف، إلا قبل ما نجي هنا في هذا المكان يمكن بيومين جابوا لنا 3 أو 4 صحف، وقبلها بشهرين جابوا لي نسختين، وقبلها بشهرين أو 4 أشهر جابوا لي من نسخ. هذا كل اطلاع عن العالم، فإذا أنتم أعرف بالتفاصيل اللي تتعلق بالعراق. الآن العراق أمامكم، المكائد به ما عادت بالشهادة وبالقلم وبالورقة، وإنما بقطع الرؤوس ورميها في الشوارع. تعرفون هذا تفصيليا. فإذا لما وصلت المكائد إلى الورق وإلى التحقيق وإلى الشهادات، ممكن تصوروا مقدار أو طبيعة حقول الألغام اللي أنت الآن تمشون فيها. لمن صادق النية فيكم، إن شاء الله كلكم تكونوا صادق النية، إن ما يفترض أنه ما عندكم غرض مسبق، حتى عنده رأي بما يسمى بالنظام، من يصير قاضي لازم يصير شريف ويرتفع فوق كل الدسائس وأي نذالة حيشاكم ممكن أن يرتموا لها آخرين تحت عناوين أخرى، لكن القاضي ما لازم يرتم. حتى الآن اللي قرأناه وسمعناه كنا احنا في هذا المكان، انه يجي واحد يقول تحت ذاك الضرب اللي شفناه احنا هنا، ثم شيء خارج القاع ما شفناه، ما ندري اسمه، يقول اتصلت هاتفيا بفلان وانتقلت الى سوريا وخذت عائلتي وياي، عدا واحد قال وخذت الى تكريت اظن حسب ما فهمت، ومن تكريت ساوموني واجبروني ورحت الى سوريا انا وعائلتي، ثم تفاصيل الاخرى. وكلها يعني مصاغه بصيغه انه خوفا على عائلته هو جاء هنا قدم شهاده. طيب لنترك هذا الشخص واحد ما ادري، بس الاشخاص الثلاثة البقية ليش اخذوا عوائلهم الى سوريا؟ ما قالوا تحت تهديد احد.
وإنما اتصلنا بالهاتف يعني هاي ملاحظة سريعة هيك قد تفيدكم. اتصلنا بالهاتف، هم اتصلوا ما حد اتصل بيهم، هم اتصلوا وطلبوا أن شخص يدليهم على أي واحد من الأقرباء المعنيين لكي يوصلوا شهادة له. أحد أمرين، هذا إيش الروح لأسوأ الاحتمالات، فقط مع احترامي لهم ولكل العراق والعراقيين، أحد أمرين، لو يكونون جهة ما دافعتهم للاتصال قالت لهم روح اتصلوا هاتفيا للمحامين وقولوا لهم احنا نقدم شهادة للإيقاع لكي يمشي السيناريو مثل ما مشى، لو لا الصادقين، وأنا أرجح العامل الأخير ناس صادقين، ولكن الإرهاب خلاهم في وضع أنت تدري حضرة قاضي. الآن إحنا كنا الموجودين في هذه القاعة واللي فوق نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.